بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المدري رحمه الله: الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعل. روى مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا باب آخر من كتاب الترهيب والترغيب للإمام الحافظ المدري رحمه الله، فيه الترهيب من أن يعلم الإنسان العلم ولا يعمل بعلمه، وأن يقول ما لا يفعل. وربنا سبحانه يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكبر شيئا يغضب الله سبحانه ويمقت الله عليه أن يقول الإنسان الشيء ولا يعمل بهذا الذي يقول. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن أرقم وفي صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. دعاء عظيم جميل يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف ندعو وكيف نقول. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم جميل وعظيم، ولكن إذا كان العلم ليس من ورائه منفعة فكلا علم كلا شيء، فلا قيمة لعلم لا منفعة من ورائه. فإذا كان العلم من ورائه مضرة في الدنيا أو في الآخرة هذا علم باطل، علم يحرم على الإنسان أن يتعلمه، كعلم السحر ونحوه مما يتعلمه الإنسان ليكون له سلطة على غيره بهذا الذي يتعلمه، فحرمه الله سبحانه وأخبر عنه في كتابه عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تكفر بتعلم السحر. فهذا علم يضر ولا ينفع الإنسان، يضر في دينه وفي دنياه وفي أخرى، وإن ظن أنه يتسلط مثله على الخلق. فالعلم الذي ينفع هذا الذي يلزم المؤمن أن يتعلمه وأن يحافظ عليه. ونفس الإنسان تواقة إلى أشياء تدعوه: اتعلم كذا اتعلم كذا. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعين بالله سبحانه في العلم وفي العمل. تستعين بربك فتدعو الله سبحانه أن يعلمك ما ينفعك، أن يزيدك من هذا العلم النافع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا العلم الذي ينفع. أما العلم الذي لا ينتفع به صاحبه فلا، ليس للإنسان أن يتعلمه أو يضيع وقته فيه، لأنه يوم القيامة سيسأل عن هذا الوقت فيما أمضى. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هنا العلم النافع قد يتعلمه إنسان ولا ينتفع به، فيتعلم القرآن ولا يعمل به، يتعلم السنة ولا يعمل بها، فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحشاه صلوات الله وسلامه عليه أن لا يفعل. لا لا لا، ده هو يعلمنا، يسن لنا ويعلمنا كيف ندعو ربنا سبحانه،
وكيف نتعلم العلم الذي ينفعنا ثم ننتفع بهذا العلم فيما يكون سبيلا وقربة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع. قلب الإنسان بين أمرين، إما أنه يميل إلى طاعة الله سبحانه وإلى حب الله سبحانه وإلى الإخبات والإنابة، وإما هو قلب عاصي، قلب مغلق كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فكان يتعوذ من مثل هذا القلب الذي لا يخشع، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولكنه يعلمنا أن ندعو ربنا بذلك، ويخبرنا أنه يوجد في الناس من هو كذلك، من قلبه لا يخشع، لا يطمئن بالله، لا يركن إلى الله. وقد قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان المؤمن يطمئن قلبه بذكر الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المؤمنون حقا، يبقى في مؤمن حق ومؤمن بالكلام فقط. فالمؤمن الحق الذي قلبه ينيب إلى الله، الذي يخاف من الله، الذي يخشع لله، الذي يهتز وتدمع عيناه من الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول هنا: ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. يبقى التعوذ بالله من القلب القاسي الذي لا يخشع، من القلب العاصي الذي لا يخضع، ومن نفس لا تشبع. نفس الإنسان طماعة، والإنسان كلما ازداد حرصا على الدنيا ازداد نهما وطلبا لها. وفي الأثر: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من طلب العلم، كذلك طالب الدنيا لا يشبع من الدنيا. وجاء في الحديث: لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان بطبيعته فيه الطمع، وقال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح. نفس الإنسان شحيحة، تطلب ما قد لا تصل إليه، تطمع في كل شيء، ما تحتاجه وما لا تحتاجه، تنظر فيما في أيدي غيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من مثل هذه النفس، ومن نفس لا تشبع، ليعلمنا أن نقول ذلك. ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. يتعوذ بالله من الطمع، وتعوذ بالله من أن يدعو دعوة لا يستجاب للدعوة. الذي لا يستجاب له الإنسان البعيد عن الله، الذي لا يحبه الله سبحانه. أما الإنسان المؤمن القريب من الله، هذا لا بد وأن يستجيب له ربه بفضله سبحانه. يستجيب دعوته بواحد من ثلاثة: إما أن يعدل له ما سأل، وإما أن يدخره له في الآخرة ثوابا وحسنات كأمثال جبال، وإما أن يكفيه من الشر بقدر ما طلب من الخير. فالله يستجيب للمؤمن بواحد من هذه الثلاثة. أما الإنسان الغير التقي، الإنسان الذي لا يأبه يدعو ولا لا يدعو، حين يدعو قد لا يستجيب له ربه سبحانه، إذا كان قلبه غافلا لاهيا لا يخشع لله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث آخر عن أسامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنه؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن الشر وآتي. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان الذي يأمر بالخير لا بد وأن يكون يفعله، الإنسان الذي ينهى عن المنكر لا بد وأن يحترزه وأن يجتنبه. أما أنه هو في السر يفعل المنكر ثم ينهى الناس عن المنكر الذي هو يفعله، هذا خطير جداً.
يمكن الإنسان يقع في المعصية من حيث لا يدري ويرجع فيتوب إلى الله سبحانه، ليس هذا المقصود هنا، ولكن المقصود هذا الذي هو كالمستهيل، إنه أمام الناس يظهر الخشوع ومرائي، ولكن بينه وبين الله لا يهتم، يفعل المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. ما من إنسان إلا ويقع في شيء فيخطئه، ولكن المؤمن سرعان ما يراجع نفسه ويرجع إلى الله ويستغفر ربه ويتوب إليه. لكن الإنسان الذي يداوم على المعاصي في السر ويفعل المعاصي، فإذا جلس للناس نهاهم عن هذه المعاصي التي هو يفعلها، هذا كذاب، هذا مرائي، يفعل الشيء في السر وهو يعلم أنه ينهى الناس عنه وأن هذا حرام. هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أنه يؤتى بهذا الإنسان الكذاب الذي يأمر بالمعروف وهو لا يفعل هذا المعروف، الذي ينهى عن المنكر وهو يقع في هذا المنكر، يبقى كالمستهين بدينه، كالمستهزئ بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيؤتى به يوم القيامة على هذه الصورة البشعة. قال: تندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار براحة، نسأل الله العفو والعافية. تخيل هذه الصورة: حمار يدور بالطاحون، يدور مربوط في حجر وعمال يلف بهذا الحجر عشان يطحن العديد، طور مربوط في ساقية وعمال يلف حوالين هذه الساقية. هنا الراحة والساقية هي عبارة عن أمعاء هذا الإنسان، اندلقت أقتابه، أمعاؤه اندلقت خارج بطنه، كومت كوم وما زالت معلقة به وعمال يلف بها في النار بأقتابه هذه يدور بها. فيجتمع عليه الناس ويقولون لأهل النار: يا فلان، أنت مش كنت في الدنيا بتأمرنا وبتنهانا؟ إيه حالك؟ ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، يعني كنت بضحك عليكم، كنت بستهين بكم، بستهزئ، كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. يبقى الواجب على الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه. طيب، هل المعنى أن الإنسان لازم يبقى 100% الأول ولا معصية علشان يأمر غيره؟ يبقى ما حدش هيأمر معروف ولا ينهى عن المنكر. لا، هذا إنسان اللي مذكور في الحديث المستهين بذلك، المستهين، يفعل الذنوب وهو في نفسه ما بيتأثرش، مش مهم، ولما يروح للناس يعمل نفسه تقي عليهم، يعملوا كذا ما تعملوش كذا، وهو يفعل هذا الشيء استهانة به. أما الإنسان الذي يقع في المعصية فوجب عليه أن ينتهي عنها، ووجب عليه إذا وجد غيره يقع فيها أن يأمره وأن ينهى. يبقى وجب عليه أمران: في نفسه أن يكف وأن ينتهي، وفي غيره أن يأمر وأن ينهى. الأمر المعروف والنهي عن المنكر فريضة أمر الله عز وجل بها في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعلق الفلاح بذلك، قال: وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المفلحين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.